تنشوفوا بان علاش متخوفين، لان تنشوفوا ان داخل هذه الحكومه كل يوم خميس يتم هناك تعيينات في المناصب الساميه وتتكون صفر مراه. كما تقولي بان في هذه البلاد ديالنا بان الكفاءات هي كفاءات فقط ذكوريه، اذا هذا تيخوفنا. اذا كانت هناك مكتسبات مهمه بالنسبه للانتخابات اللي جرت في 2009 على ان الحكومه السابقه وضعت بتوافق مع الحركات بطبيعة الحال النسائيه واستجدت لها باش تكون هناك لوائح محليه، وتنشوفوا على انها اعطت واحد الحفزه القفزه نوعيه للتمثيليه النسائيه داخل الجماعات المحليه، بحيث ان مرينا من 0.5 الى 12%، بمعنى انه كان 127 منتخبه قبل سنه 2009 و2009 كانت هناك 3500 مراه منتخبه. بالاضافه الى ذلك كان تحدث واحد الصندوق لدعم ترشيحات ديال النساء، لا من حيث التكوين لا من حيث دعمهم دعم الحملات الانتخابيه ماديا. فاحنا اليوم بغينا اولا هادو مكتسبات اللي خاصنا بالطبع الحال انها تبقى، ولكن كذلك خاصنا نرفعوا من هاد النسبه المئويه ل 12%. مزيان كانت في 2009 فرحنا لان من صفر وصلنا ل 12%، ولكن اليوم بطبيعة الحال طموحنا اكثر من ذلك. كذلك اللي خاصنا نحرصوا فيه وهذا ربما اهم شيء، لان اذا قلت بان خاصه التمثيليه ترتفع، ولكن حتى من بين 2009 الى يومنا هذا شفنا ان رغم ان المراه يعني تمكنت انها توصل هاد 3500 مستشاره وصلوا الى الجماعات المحليه والترابيه، شحال من وحده هي في مراكز تسيير لهذه الجماعات المحليه. ما عنديش الرقم مضبوط، ولكن رحنا تنشوفوا على مستوى المدن الكبرى كاينه عمده واحده اللي هي عمده مراكش السيده فاطمه الزهراء المنصوري. على صعيد اخر غير حنا اليوم في الدار البيضاء شحال كاين من مراه في مكتب المسير ربما واحده، شحال في 16 مقاطعه كاينه امراه واحده التي تتراس المقاطعه الى اخره. وكاين هناك جماعات ما تتلقاش فيهم نهائيا امراه في مكتب التسيير. اذا الى طلعت المراه خلال هذه الانتخابات وحتى رفعنا التمثيليه النسائيه، شنو جدوى هذه التمثيليه الى اوراني نختم، شنو هي جدوى هذه التمثيليه الى ما كانت سلطه القرار بين يد النساء؟ اذا هذا هو اللي خاصنا نشتغلوا عليه باش تكون حقيقه المراه تشارك في مسار التنميه والديمقراطيه، حنا نطمحوا لبلادنا.